علينا لأهلنا، ماشي؟ هو حق علينا لأهلنا، حق علينا لأخوتنا وأخواتنا، إن كان في الإنسانية أو كان إخوة وأخوات من أبناء البلد. فإذا كان هذا الحق الواجب علينا، هل من حقهم علينا أنه نحن بشكل مستمر نحسن في الخدمات ونقدم شيء أفضل؟ أنا بعتقد الإجابة من الجميع رح تكون نعم. فإذا كانت الإجابة من الجميع نعم، ونحن عم نقضي يومياً، يومياً نحن عم نشتغل، بدنا نوزع السلال هون، بدنا نساعد النساء هون، بدنا نتعلم الأطفال هناك، بدنا. طيب، مطلوب مني أنا ضمن الماكينة تبعت العمل تبعي إنه بالإضافة لتقديم الخدمة إنه يكون في عندي ماكينة موجودة موازية عم تشتغل على موضوع تحسين الخدمة بشكل